الجميع الحمد لله، واللي ضرب به المثل وكان خير مثال للمفهوم الجديد للسلطة بين يدي صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، واللي كانت هي السياسة التقرب، السياسة ديال الإنصات للجميع. دونك هذه مناسبة باش نشكروه مرة أخرى، ونتمنى التوفيق للسيد الكاتب العام الجديد حتى هو في المهام، واللي نتمنى أنه غادي يمشي على النهج ديالو، وعلاش لا يكون أحسن كذلك من فهد الثمانين. دونك غير في هذه المناسبة هذه لو كان فيها سان بيتي جيست للسيد الكاتب العام من طرف المصالح ديال العمالة وكذلك الموظفين ديال العمالة ديال الكاتب. بسم الله. والصحافة التهية. جمعية الأهالي. جمعية الصحافة. غادي نبدأ بواحد. غادي نبدأ نعطي أنا بعدا ديال العمالة ومن بعد.